جمعية تيمينو لمساعدة الأطفال في وضعية صعبة تيلي لأكادير. الجلسة الثانية ديال الدورة الاستثنائية من جيش الجمعية الأكادير تم دراسة ومصادقة على المنح المقدمة للجمعيات الثقافية والرياضية والاجتماعية، فبالفعل اليوم تم المصادقة بالأغلبية على هذه النقطة هذه اللي كتهم صرف الدعم المالي السنوي للجمعيات الرياضية خصوصا، فمجموعة ديال الجمعيات استفدوا واللي جابوا جميع الوثائق الخاصة بطلب الاستفادة بالدعم العمومي ديال مجلس الجمعية الأكادير لسنة 2022. فالمجموع المبلغ الإجمالي ديال الدعم كيتراوح بجوج المليون ديال الدرهم، وكنتأسفوا لأن مجموعة ديال الجمعيات ما قدرتش أنها توفر مجموعة ديال الوثائق اللي تمكنها أنها تستفد من الدعم هذا. لهذا فالمجلس في إطار المواكبة ديالو لهذ الجمعيات فكيقترح أنه مستقبلا يدار واحد يوم دراسي إن شاء الله لهذ الجمعيات باش يتمكنوا أنهم يستوفوا الشروط وأنهم كذلك يستفدوا من الدعم، لأن جمعيات ديال المجتمع المدني كتعتبر شركاء ديال مجلس الجمعية الأكادير في تنزيل السياسة ديال التنموية ديال مدينة أكادير. فنتمنى مستقبلا ان شاء الله هذه الجمعيات هادو يتغلبوا على هذا العائق ديال الاستفاده من الدعم، خصوصا في مجال ديال تحضير الملفات ديالهم والوثائق ديالهم، وان شاء الله نتمكنوا جميعا اننا نشتغلوا مع جمعيات المجتمع المدني في ظروف جيده وحسنه، وان المدينه ديالنا تزيد تطور، وان شاء الله بفضل التعاون ديال الجميع المدينه ديالنا تاخذ الطريق ديالها الصحيح في مجال ديال التنميه ان شاء الله. في الجلسه الثانيه اللي تقامت هذا النهار حول دعم الجمعيات، هناك الجديد في هذا الميدان، والمجلس كنشكروا المكتب المسير للمجلس لانه قام بمجهود جبار في هذه النقطه، لان بين النقاط اللي تجددت في طلب الجمعيات انه ولاو كيطلبوا التعريف الضريبي للجمعيه. اذا هذا ما هو الا واحد النقطه اللي هي مهمه جدا، لانه الجمعيات غتولي تشتغل فواحد الاطار اللي هو تنظيمي، يعني ما غاديش تبقى تجيب واحد العشوائيه، غيكون هناك تتبع ديال الانشطه ديال الجمعيه، وغادي يكون هناك واحد التتبع ايضا. ما نساوش بانه راه كاين هناك المجلس الاعلى للحسابات اللي حنا كجماعه اولا مطالبين باش انه واحد النهار كتعطي التقرير ديالها المالي. اذا حتى هذه الجمعيه هي مطالبه باش تعطي التقرير المالي ديالها ونشوفوا فين صرفات هذا الدعم ديالها. وفي هذا الاطار الجمعيه قلنا نطلب على الجمعيات من تقرير من ثلاث سنوات لسنه واحده، وهذا لتجويد العمل ديال الجمعيه، وايضا باش تكون واحد المواكبه جد طيبه باش نعرفوا هذا الجمعيه واش غاديه في المسار ديالها، واش انها كتستحق فعلا هذا الدعم، وايضا باش نعطيو فرصه للناس اخرين للجمعيات اخرين انها تشارك وانها تستافد مثلا من تشوف الناس كيفاش اشتغلت في هذا الدعم اللي تعطى ليها، حتى انه ما تخادش في لجنه الانتقاء، لان كانت هناك لجنه الانتقاء اللي هي شاركات باش تشوف الشروط اللي كان عنده الشروط المتوفره، راه هي كجمعيه راه شاركات، واللي ما تخادش راه تعطاها فرصه اخرى، يعني ماشي انها تقصات، غير فقط انها خاصها باش توجد راسها، يعني يكون عندها واحد الاطار قانوني واحد الاطار تنظيمي. وفي هذا الاطار كنشكروا المجلس اللي قام بواحد العمل جبار، لانه ماشي شيء سهل باش نتقيو الجمعيات او لا باش نرضيو الجميع. وان شاء الله كنتمنوا تكون هذه واحد القفزه اوليه من نوعها باش نجودوا بالعمل الجمعوي. وشكرا. جمعيه قرى الاطفال المسعفين المغربي قريه اكادير.